أنا مش مع الشباب عم عملية تجميل. ما بحبها لأنه ما بعرف يعني إنه خلص الشاب ما بي ما بعرف يعني ما بحس إنه إذا في غلط بوجهه ممكن يبين كتير، عرفتي كيف؟ مع إنه يعمل عملية تجميل إذا بحاجة يعني وبحب، ليش لا؟ إيه أكيد هلأ معها، بس هلأ في فكرة إنه الشاب ما بيعيبه شكله، الشاب أكتر شيء بيعتمد على شخصيته وعلى أسلوب كلامه، يعني هذا الموضوع هو اللي بيأثر عليه بالحياة. يعني بالنسبة لي حرية شخصية، يعني ما عندي مشكلة إنه الشيء بيرجع له إذا بده يعمل يعمل. في لي فور لي كونتر، كل واحد وكل واحد يدير جرح التجميل حاجة باينة. لو شو ما كان ما بيعيبه شيء الشاب يعني. البنت اللي بتحط المكياج بحب البنت اللي ما بتحط مكياج حسب البنت. يعني في بنات إذا حطت مكياج بتبشع حالها، وفي بنات إذا ما حطت مكياج يا ريت أنت ما تحط مكياج، أنا بجيب لها مكياج. بنات الله خلقهم جمال طبيعي، في بنات بحاجة بأنه يحطوا مكياج مشان يبينوا حلوين. الصبية ناتشورال ولا البنت؟ بفضل الصبية ناتشورال يعني. ليه؟ كل شيء على الطبيعة بيكون أحسن يعني. بفضل الصبية تكون ناتشورال منها ميك اب. ما تكون في كثير ميك اب على وشها يعني، شوي ما كثير. البنت عموما الله بيستحق لك. حسب يعني جسمك الاخلاق بدا عيونها وتكون هيك مهتمه بشعراتها جدايل وطولها قامتها وبياضة اكثر شيء طلع بعيون. طيب ما درتهمش قاعده اذا ما حبست جوزيفه الكوكو بارتو الجزائر فيها ما شاء الله. بلبنان اكيد أجمل نسبة شباب بالعالم العربي. لا بتخيل أنا كمان العراقي صراحة، بحس البنات العراقيات هنون أصلاً كتير ملامحهم جذابة يعني، وبنفس الوقت ما عندهم كتير قصص تجميل، بلاقيهم إنه يمكن الميك اب شوي قوي عندهم، بس هيك الشعر الأسود البياض الخدود هالقصص هي حلوة يعني ملفتة. فينك دول المشرق العربي؟ سوريا فلسطين لبنان. إيه أكيد أحلى شيء بسوريا الرجال. إيه بس برا بحب تركيا، شباب تركيا كثير حلوين. ايه عنا بحمص، انا من سوريا. الشام الشام من بعد الشام وسوريا ما في اكيد اجمل شباب بلبنان. ايه بلاقي حالي صبية حلوة. رحت حتى بريس منك هالقد بس ايه بس بكون عندك ساو. ما عم قلك ايه عندي ساو بنفسي بس مش ان انا هالقد واو يعني هيدا قصدي. بلاقي حالي حلو. انا ما بلاقي حالي مش حلوه وما بلاقي حالي احلى حدا بالعالم، بس كثير مقتنعه بشكلي صراحه وبلاقي حالي انه معقوله، بحب حالي صراحه.